لماذا لا يجزئ صدقة الفطر بفلوس أي دراهم؟ نعم. لا يجزي إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير فعين. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام تمر أو شعير أو زبيب أو أقط. وهذه الأربعة في الغالب مختلفة القيمة، أليس كذلك؟ مختلفة القيمة؟ ها؟ مختلفة القيمة، يعني يندر جدا أن يكون صاع التمر مثل صاع الشعير أو مثل صاع الزبيب أو مثل صاع الأقط، يندر هذا. فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من هذه من الطعام، والطعام مختلف القيمة، فدل هذا على أنها لا تجزي من القيمة. واضح؟ لكن لو فرضنا أننا في بلد لا يقبلون إلا الدراهم، نقول خذوا الطعام وبيعوه، فإن أبوا صرفناها إلى بلد آخر. نعم.